نروح لمباراه الاهلي، والحقيقه انه الاهلي وصن داونز تاريخ من اللقاءات بقى كلاسيكو افريقي، يعني الناس بتستناه. المباراه للاهلي اسهل نسبيا، لكن الحقيقه انه صن داونز برضو فريق مش هين. لا لا، انا مش شايف بصراحه ان الماتش اسهل بالنسبه للاهلي. صن داونز اللي انا متابع البطوله طبعا من ساعه بدايتها، صن داونز اقوى فريق مقدم مستوى لحد دلوقتي في البطوله. صن داونز بيقدر ان هو يكسب اول ماتش، كسب الهلال وكسب كمان الماتش اللي فات القطن الكاميروني في الكاميرون 3. صن داونز فريق عنيد جدا. الاهلي بعد ماتش الخمسه الشهير طبعا قدر ان هو يطلعه مره ويطلعه المره الثانيه، فالاهلي دلوقتي بيمثل عقده الفريق صن داونز. صحيح، شفنا حتى تصريحات المدرب بتاعه تاريخيا الاهلي متفوق قدام صن داونز. طبعا تاريخيا الاهلي متفوق قدام اي فريق في قاره افريقيا، بس صن داونز كان من الفرق المتطوره في الكوره خلال السنين الاخيره. بس الاهلي قادر ان هو بكره يحقق الفوز، لان كمان موقف الاهلي اتصعب بشكل كبير بعد ما القرعه اتعملت في الاول. الناس كلها قالت مجموعه الاهلي سهله، لا، مجموعه الاهلي النهارده الهلال بيكسب النهارده القطن الكاميروني في الكاميرون، الهلال بقى عنده 6 نقط والاهلي لسه ما عندوش ولا نقطه. الاهلي اقل ماتش ولسه ماتش صن داونز بكره، بس لو الاهلي ما حققش المكسب بكره هتبقى المجموعه بتتحقق عليه بشكل كبير. بس انا اتوقع ان الاهلي بكره يقدر ان هو يحقق الفوز على صن داونز، وكمان في الجوله الرابعه يقدر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه في جنوب افريقيا، على الاقل يخرج بالتعادل. وكمان في ماتش في اول مارس، الماتش المتاجل، ماتش القطن الكاميروني طبعا هيبقى في القاهره، فارق جدا الاهلي يحقق الفوز فيه، لان القطن الكاميروني زي ما شفنا دلوقتي بيخسر بره وجوه، فالاهلي لازم ياخد ال6 نقط منه، وكمان يقدر ان هو يكسب صن داونز في القاهره، ويقدر يكسب الهلال لما يجي في القاهره ويصعد بشكل سهل. بس بكره الماتش هيبقى فاصل الاهلي في مجهوده بشكل كبير جدا، الاهلي بيغيب عنه بعض اللعيبه المهمه، عمرو السلال الاصابه، وطبعا سافيو والمشاكل اللي بيعملها في الفريق بقاله فتره. فالاهلي طب توقعاتك لده في التشكيل هيكون عامل ازاي؟ هل هنشوف مفاجآت في التشكيل؟ لا، ما انا ما اعتقدش ان مارسيل كولر هيقدر او ان هو يعمل مفاجآت. لا، هو خلاص الفتره الاخيره التشكيل اللي بيبدا فيه في كاس العالم للانديه اللي هو ما بيغيرش فيه كتير وابتدى يثبت عليه، والماتش اللي فات زي ما شفنا في ماتش اسوان هو قدر ان هو يثبت الحته الهجوميه بشكل كبير، حسين الشحات ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر، وطبعا الاثنين في نص الملعب ديانج وحمدي فتحي، هو قادر شويه ان هو خلاص يثبت الحته دي. هم بصراحه ما اثبتوا ان هم يقدروا ان يلعبوا بشكل اساسي في النادي الاهلي، وكمان الاهلي كمان عنده دكه كويسه جدا ان هم يقدروا يصنعوا الفارق. عنده شادي حسين بديل لمحمد شريف، كهربا كمان لو سليم 100% يقدر ان هو يصنع الفارق، وشفنا اداء المميز في الفتره الاخيره. فكولر ماتش بكره مهم جدا للاهلي اللي يكمل مشواره الافريقي ويقدر يكمل نجاحاته اللي الاهلي بيحققها في السنين اللي فاتت ويلعب كاس عالم الانديه مره ثانيه. طيب اخيرا، منتخب مصر للشباب ومواجهته امام السنغال غدا ايضا. انا بشوف ان ده الماتش الاصعب لمصر بكره في ال3 ماتشات، يعني ماتش منتخب الشباب ماتش صعب جدا، لاعب السنغال. السنغال منتخب قوي جدا، منافس قوي طبعا، منتخب في البطوله كسب اول ماتشين، هو خلاص ضامن الصعود، هو الحته شويه المصلحه لمنتخب مصر ان هو ضمن الصعود وضمن كمان كمتصدر. فاحنا لازم نستفيد من الحته دي بكره، وان احنا نحقق الفوز. منتخب مصر بكره لو قدر ان هو يحقق الفوز على الاقل، على الاقل هيتاهل كاحسن توالد. طبعا ما كانش ده طموحنا في اول البطوله، بس احنا هدفنا دلوقتي ان احنا نتاهل من دور المجموعات، وبعد كده نتاهل من دور الثمانيه عشان نصعد لكاس العالم للشباب. طبعا احنا بمربع الذهبي اول 4 منتخبات بيصعدوا كاس العالم، فاحنا نركز في ماتش بكره. محمود جابر طبعا المدرب اعتقد ان هو هيغير بعض اللعيبه، هيبدا ان هو يهاجم شويه. منتخب مصر لعب ماتشين ظهر بشكل هجومي سيء جدا، ما سجلش ولا هدف. فماتش بكره ماتش مهم جدا، بس انا شايف هو ماتش صعب، بس طبعا احنا منتخب مصر والمصريين بيقدروا يظهروا في المواقف اللي زي دي. اعتقد ان الاستاد بكره هيبقى فيه اكثر من 25,000 متفرج يقدروا ان هم يدعموا منتخب مصر للشباب، وفعلا اللعيبه والمنتخب وكل الكره المصريه محتاجه حاجه زي دي بكره، ان احنا نحقق الفوز ونصعد لدور الثمانيه، بالذات البطوله على ارضنا. يوم رياضي حافل ان شاء الله نستناه بكره. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي احمد عصام، شكرا جزيلا على وجودك معانا.